أخرى لكل من يشاهدنا ولكل هذا الشعب، تحلوا بالصبر وتحلوا بالسلمية وتحلوا بالديمقراطية لكي يستطيع هذا الحراك أن يؤتي بنتائجه وثماره ويواصل نجاحاته. ونقول للشعب الجزائري يجب أن تتحلوا بالصبر، ليس تحرير الجزائر في يوم أو يومين. يجب أن لا نفشل، يجب أن لا نيأس، ويجب أن لا يدخل الشيطان إلى قلوبنا ولا يوسوس لنا بأننا لا نستطيع تحرير الجزائر. فالذين حرروا الجزائر في 1954 و900 و1000 قد قيل عنهم أنهم مجانين، أنهم لا يستطيعون، وأنهم كمسة مجانين لا يستطيعون فعل شيء، ولكنهم صمدوا وصبروا لمدة لا تقل عن 7 سنوات ونصف، وجاءت الثمار وجاءت النجاحات. لذلك نقول لكم أيها الشعب، لا تيأسوا من أسبوع ولا تيأسوا من أسبوعين، ولا تفقدوا الأمل من 5 أسابيع، بل تواصلوا بالصبر وكونوا صمودين، وتواصلوا بالشجاعة والخروج، لأن خروجكم يوم الجمعة بهذه الطريقة هو درس للعالم أجمع، وخروج في الجهاد وهو نوع من أنواع الجهاد، لأننا سنحرر الجزائر كما حررها مجاهدونا وشهدائنا في قبل التحرير، إلى أننا سنحررها ولا نيأس.